هذه الدورة ديال شهر 7 واللي فيه واحد المجموعة ديال النقاط اللي هي مهمة، تقريبا واحد ما يفوق 50 نقطة. من أهم النقاط اللي كاينة هو المصادقة اليوم من طرف المجلس على لوسرات هو واحد الوثيقة اللي هي مهمة في المنظومة ديال يعني اللامركزية والتنظيم الجهوي في المغرب، وهذا لوسرات هو المخطط الجهوي لإعداد التراب. هذا المخطط اللي عرف واحد المسار ديال واحد العدد ديال المشاورات داخل جميع العمالات والاقاليم ديال الجهات الضاربه اذا سطات، واللي اليوم وصل لمرحله ديال المصادقه من طرف المجلس. هناك ايضا مجموعه ديال النقاط اللي هي كذلك مهمه جدا، منها الاقتناء ديال الجهه والدخول ديالها في راس مال شركه كازا بيئه. كتعرفوا انه القطاع ديال البيئه هو واحد القطاع اللي هو من الاختصاصات ديال الجهه، واليوم هاد شركه كازا بيئه اللي فيها جوج ديال الشركاء، فيها جامعه الدار البيضاء والصندوق الإيداعي والتدبير، واليوم جهات الدار البيضاء سطات قررت انها تدخل في راس مال ديال هاد الشركه باش تساهم وتكون من المشاركين، وباش هاد الشركه يكون عندها الاختصاص ديالها يتعدى مدينه الدار البيضاء ويمكن لها انها تشتغل داخل التراب ديال الجهه ديال الدار البيضاء سطات. خلاصه اللي خلصتوا من خلال المشاورات اللي درتوا على باش يتعدوا التصميم الجهوي، هي مجموعه الخلاصه التصميم يعني المخطط الجهوي لإعداد التراب عطى واحد العدد ديال المخرجات، واللي اهمها هو الاعداد ديال الفضاءات ديال المشاريع، كنسميهم لي زيسباس بروجي، مجالات المشاريع، واللي الجهات تقسمت على خمسه ديال المجالات. اولا فيها كاين مجال اللي داخل فيه اقليم بن سليمان واللي غادي يكون فيه كل ما هو الاقتصاد الاخضر، كاين عندنا جانب كبير من اقليم ديال سطات اللي غادي يكون فيه مجال ديال المشاريع اللي كتعنى بالتنميه البشريه يعني بالمنتوجات المجاليه. كاين المجال ديال اقليم جديده وسيدي بنور اللي معروف بالقطاع الفلاحي، واللي غادي يكون فيه مشاريع تنمويه اللي فيها كل ما يتعلق بالصناعات الغذائيه. كاين المجال ديال مدينه الدار البيضاء مع برشيد، واللي غادي يكون فيه المشاريع اللي هي ذات القيمه المضافه العاليه وخاصه الخدمات يعني والاقتصاد المالي. ثم هناك الجانب يعني المحيط اللي تيمتد من بوزنيقة الى الجلف الاصفر، اللي غادي يكون منفتح على العالم وكل ما هو يعني المشاريع ذات القيمه ديال التصدير. هذا هو الخلاصه ديال هذا البرنامج. وفي النقاط ديال جدول الاعمال هناك ايضا نقاط مهمه جدا، هناك برمجه اللي برمجناها اليوم. عندنا واحد المشروع اللي هو مهم جدا، واللي اليوم كنبرمجوا تقريبا واحد 45 مليار ديال الماء، ديال يعني تزويد الجماعات القرويه بالماء، والجهه يعني وزاره الداخليه تقريبا فيها واحد 35 مليار، والجهه اليوم كتبرمج واحد 10 المليار. هناك ايضا واحد 10 المليار اللي كنبرمجوها فيما يخص المسالك القرويه، وهناك واحد 10 المليار اخرى اللي كنبرمجوها لتجهيز المراكز الصعيده. هادو كلهم مشاريع اليوم زياده على واحد المجموعه ديال واحد العدد كبير ديال الاتفاقيات اللي فيها مشاريع مهمه جدا، واللي اليوم تمت المصادقه عليها داخل الدوره.